أهلا بكم مشاهدين الأعزاء إلى حلقة جديدة من برنامج مثير للجدل. يوم حاربت قضت مضاجع الأشقاء والأعداء، ويوم استراحت أرخت فصلا من فصول الثورة الفلسطينية. هي بطلة خطف الطائرات في ذكريات مؤيديها، وإرهابية في مفهوم أعدائها. ليلى خالد تؤيدها أم تعارضها؟ لا تتركك على الحياد. فأين هي اليوم من القضية وشرذمتها فلسطينيا وعربيا ودوليا؟ وأي خيارات تراها الأفضل للصراع العربي الإسرائيلي؟ وهل تبنت خارطة طريق سلمية للعودة إلى فلسطين؟ أم ما زالت على إيمانها بالعمليات الفدائية؟ المناضلة ليلى خالد، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أمامنا الليلة رمزا مثيرا للجدل. فأهلا وسهلا بك سيدة ليلى في هذه الحلقة من برنامج مثير للجدل. أهلا فيك. دعيني أولا أبدأ بالمرحلة التي تصدرت فيها ليلى خالد صفحات الأخبار والصحف ونشرات الأخبار، مرحلة خطف الطائرات. بعد مرور 40 عاما على هذه المرحلة، ما الذي علق بذهنك منها؟ قبل ما أجاوب على هذا، أنا لم أقض مضاجع الأشقاء، أقضيت مضاجع الأعداء. نعم. ويوم استرحت، أنا حتى الآن لم أسترح، لأنه ما زالت إسرائيل تحتل بلادنا، وأنا بعدني لاجئة زي 6 مليون لاجئ فلسطيني، إذن ما في راحة. ما علق من تلك المرحلة فقط ازداد إيماني بأن هذا العدو لن يرحل على أرضنا إلا بقوة المقاومة. بدون ذلك يعني لا يمكن أن نتقدم خطوة إلى الأمام. ولكن التساؤل الذي يدور بذهن الكثيرين، ما الذي يدفع فتاة صبية جميلة في 24 يعني لخطف طائرات؟ كانت أول سيدة تخطف طائرة عام 69. يعني هو مش خيار شخصي، هو خيار يعني الكفاح المسلح هو خيار شعب، وهذه أعمال من ضمن تكتيكات العمل. ما بخفيك إني لما سمعت إني عم بيسألوني، يعني عم بيسألني الشهيد الدكتور وديع حداد عندك استعداد تخط في طائرة، ضحكت، لأنه ما فيش يعني ما في تعابير معروفة إلي إشي اسمه خطف طائرة. كان يعني هيك تخيلت حاملة طيارة وبركض وناس بتلحقني، فضحكت حقيقة، لأنه من وين هذا؟ أنا بعرف دورية يعني بتطلع بتقطع النهر من الأردن لفلسطين، كمين لدورية إسرائيلية، ضرب مصلحة، بس ما خطر في بالي هذا. هذه من التكتيكات اللي استخدمت، واستخدمت مش لأنه يعني جاي عباله الواحد يعمل هيك. إحنا شعب يعني ظلم تاريخيا، وما زال هذا الظلم واقع عليه. الشعور بالظلم بيخلي الإنسان يعمل أي شيء. هذا الشعور والحياة اللي يعني عشتها زي كل اللاجئين الفلسطينيين، شعور بالظلم قاسي. مجرد انفجرت هذه الثورة بعد عام 67 واحتلال يعني كامل للأرض الفلسطينية وأجزاء من الأرض العربية، كنت يعني هذا الحلم أن أحمل السلاح وأقاتل من أجل العودة إلى فلسطين. طيب دعينا نبدأ بأول عملية في 29 من آب. اتجهت إلى روما مع صديق النضال أيامها سليم العساوي. كانت الرحلة رقم 840 لخطف طائرة التي دبليو اي الأمريكية. كيف تمت عملية الخطف؟ يعني أنت كسيدة ألم تترددي في الإقدام على خطوة كهذه؟ يعني خطوة كهذه تحتاج إلى درجة عالية من ضبط النفس وأيضا التحكم بالنفس والإقدام يعني بشجاعة وبدون تردد على هذا العمل. يعني هو ما قبل يعني أي عملية من هذا النوع كان يكون في إعداد للأفراد اللي بدهم يقوموا فيها. أهم ما في ذلك
يعني إنه الهدف من وراء هذه العملية هو إسهام في النضال الفلسطيني، وإنه هذا بيقربنا لفلسطين. أكثر من هيك يعني اللي كان كتير، أنا رحت على هالعملية زي اللي رايحة على بدي أروح مشوار حلو. هل كنت مقتنعة بهذه العملية تماماً، أم هي أوامر القائد؟ لا لا لا، أنا كنت مقتنعة تماماً وإني بدي أمر فوق فلسطين، وهي لأول مرة بدي أشوف فلسطين، كانت واحدة من العوامل. لكن ما بخفي إنه قبل الإقدام على هذه العملية أنا قرأت عن جميلات الجزائر، وبالذات عن جميلي بوباشا أو بحيرد. لا، أنا قرأت كتاب جميلي بوباشا كانت كتبته المحامية جزيل حليمة. قرأت كيف النساء بيقدروا يعملوا شيء ويتحدوا يعني التعذيب في السجون من أجل حرية بلادهم. هذه تعطيني أنا شخصياً، يعني تأثرت بالثورة الجزائرية أنا جداً ذاك. جداً. وأنا قلت الجميلات لأنه الكتاب اللي قرأته فقط عن جميل بوباشا، ما كانش فيه كتاب عن جميل بحيرت في هذاك الوقت. على أي حال، ولكن يعني تقولين في حواراتك بأنك متأثرة جدا بجميل بحيرت، وأنت التقيتي في نعم بها نعم في زيارة إلى جنوب لبنان. نعم، العام الماضي. نعم. حقيقة لما الواحد بيروح على عمليات من هذا النوع، أولا هو بيكون ممتلك للهدف اللي من أجله العملية صارت. يعني هذه العملية هي من أجل إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين من السجون والعرب والسجون الإسرائيلية. اثنين، حتى يسمع العالم مين إحنا، بدنا نطرح السؤال على العالم اللي تجاهلنا منذ أن لجأنا من بلادنا بالقوة، إنه من هم الفلسطينيون. بدنا نطرح السؤال بس بقوة. وعلى قولة يعني الشهيد غسان كنفاني، قال يبدو إنه هذا العالم في بعض الأحيان يحتاج إلى صوت قوي زيادة عن اللزوم حتى ينتبه لأنه في حالة ظلم هنا في العالم. فكنا مضطرين لهذا العمل، وأنا بقول مضطرين لأنه مش مزاج يعني جاء عبالنا نخطف طيارة هون وطيارة هناك. هذه الطيارة بالذات كان بدي يطلع عليها رابين، فكان يعني صيدي انه ناخده ويعني يصير. ولكنه غير عليه الطائره في نعم روما واتخذ طائره اخرى هي تابعه لطائره العال الاسرائيليه. يعني فور بدا هذه العمليه، عمليه الاختطاف، قمت بتهديد الكابتن بقنبله يدويه كانت معك اذا لم يمتثل لاوامرك. بصراحه، هل كنت فعلا يعني مقدمة على تفجير الطائرة إذا لم يمتثل لأوامرك، أم كان مجرد تهديد للترويع والتخويف؟ يعني أولا أنا ما كنتش يعني كنت حامل القنبلة قبل ما أفتحها، وقلت له للكابتن، سألت قلت له شو هي، بتعرف شو هي؟ قال آه. قلت له إيش هادي؟ قال قنبلة. فتحت مسمار الأمان قلت له خد هاي سوفونير، تسمع احنا ما بدنا نقتل حدا ولا بدنا نعمل اشياء. وفي نفس الوقت اي طيار لحد هلا في العالم يكون فوق راسه حدا حامل قنبله مستعد يعمل اي شيء. اي شيء، ما بغامرش يعني. وزميلي حامل مسدس يعني كمان يعني منهم شو بده يعمل بهالحاله. فاي طيار ينحط مسدس براسه او قنبله قدامه بيستجيب. احنا كمان في شيء يعني دائما انا بظني اذكر فيه حتى ما ينتسى، بهذه العمليات كانت التعليمات صارمه ما ناذي اي شخص